القرار الملكي ولا القرار المؤسسة الملكية باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدة عنها على غرار رأس السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، قرار يعني جاء في مسلسل ديال تقدم المؤسسة الملكية في هذا المجال، وبالتالي يعني قرار مهم جدا، لأن ما فاتئ الفعالية الأمازيغية والحركة الأمازيغية بشكل عام تطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية، لأن فيها واحد المصالحة ديال المعدات الوطنية باعتبار بأن الأمازيغية عمق ومتجذر في الهوية الوطنية، وكذلك وبالتالي فإقرار رسمية رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في واحد المصالحة مع الهوية الوطنية. كذلك لا يجب أن نلخص بلاغ الديوان الملكي فقط في إقرار رأس السنة الأمازيغية، فهناك رسالة واضحة إلى الحكومة، وأعتقد أنه حان الوقت للحكومة أن تلتقط جيدا هذه الإشارة، لأن كان واحد مسار كبير جدا منذ الخطاب الملكي ديال 2001 ديال أجدير متبوعا بإقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية بالدستور المغربي 2011، ثم القانون التنظيمي 26/16/2019، وبالتالي يعني جميع الشروط متوفرة الآن حتى نرى الأمازيغية مدرجة ومفعلة بشكل رسمي في جميع القطاعات وجميع المؤسسات والهيئات الدستورية، وبالتالي يجب على الحكومة أن تجتهد أكثر لأن مازال متأخرين في هذا المجال. فلا يعقل بأن رسمية اللغة الأمازيغية منذ 2011 وكاين القانون التنظيمي وما زالت الأمازيغية تعاني في مجموعة من القطاعات الوزارية وكذلك في مجموعة من الهيئات، يجب أن تترجم أو يترجم هذا القرار باش نشوفوا واحد الدينامية جديدة ونشوفوا فعلا بأن الأمازيغية تولي مرسمة في جميع مجالات الحياة العامة. تمير نون سكاس نون إغودان سكاس نيمال راضي زيل وكار نويلزريني تمرت. بالنسبة لنا هذا يوم تاريخي، هذا يوم مشهود، هذا اليوم غيتكتب بمداد من ذهب في التاريخ ديال بلادنا. جلالة الملك الله ينصرو قرر باش أنه يخصص رأس السنة الأمازيغية يكون عطلة سنوية مؤدة عنها، هذا مطلب ديال الحركة الثقافية الأمازيغية، مطلب ديال جميع المغاربة اللي بغاو الانتصار والتتويج ديال المسار المكتسب ديال القضية الأمازيغية اللي بدات من 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 المطلب حول الدسترة، المطلب ديال تفعيل الطابع الرسمي، واليوم كنوصلوا لهذا المطلب اللي تم الاستجابة له من طرف جلالة الملك ديال إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة سنوية. حنا كان اليوم كنتولي تدبير الحكومة وما يمكن، وحنا كحزب في البرنامج الانتخابي ديالنا كانت الأمازيغية بحاضرة بشكل كبير، والناطق الرسمي باسم الحكومة دائما ملي كيتم السؤال ديالو على هذه القضية ديال رأس السنة كيقول بأنه غادي نحتفلوها بواحد الشكل اللي يكون متميز، واليوم هذا الاحتفال جاء بهذا الإقرار ديال جلالة الملك، أكيد أنه المناسبة القادمة غادي تكون استثنائية في تاريخ بلادنا، لأنه غادي تكون أول احتفال في ظل الإقرار ديال رأس الأمازيغية، ويمكن لنا أننا نفتخروا كحزب سياسي أنه جلالة الملك أعطى توجيه ديالو لرئيس الحكومة اللي هو رئيس الحزب باش أنه يشرف على التفعيل ديال هذا القرار هذا، وغادي تكتب في التاريخ بانه السي عزيز خنوش كان من 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 من, من المساهمين في التفعيل ديال هذا القرار الملكي السامي. اليوم الكلمه ديالي اولا انا كبرت في الحركه الثقافيه الامازيغيه وناضلت وتربيت على انه القيم ديال الحركه الثقافيه الامازيغيه ومن القيم ديالها القيم ديال الاعتراف والامتنان لجلاله الملك، واننا نشكروه جزيل الشكر ونحرصوا جميع على ان هذا اليوم خصو يكون الاحتفالات فيه. الدور ديالنا اليوم كأمازيغيين هو كيفاش أننا نرجعوا لهذا اليوم هذا اللي غادي يكون إن شاء الله يوم ديال جميع المغاربة، ماشي فقط ديال الأمازيغ، لأنه يوم ديال التراث اللامادي الأمازيغي، يوم ديال الانتصار للقضية الأمازيغية، ماشي كقضية هوية فقط ولكن كقضية تنمية. فهذا هو الدور ديالنا، وأكيد أنه جميع الأمازيغ في المغرب اليوم سواء داخل المملكة أو خارجها فرحانين بهذا القرار الملكي. استسمى غسد بهرة كإمازيغ المغرب كله سواء اللي غوكلسنت مازيرتو ولا برانس، استسمى بهرة القرار نقلي نخاتي نصر ربي اللي دي يوين القرارات من تفعيل الإقرار رأس السنة الأمازيغية يضين ناير باش يعني العطلة السنوية مؤدة عنها مياد وريقي يعني الحدث اللي كان عادي كان الحدث اللي كان تاريخي. ف وراخي قد الفرح وراخي يومي الفرح إلا في الأخ أنسني مرق اللي دنا خاتي نصر ربي تاني مرت بهري يحران يغودهن.
إذن بالنسبة لإقرار رأس السنة الأمازيغية هو يوم عطلة مؤدنة عنها حسب البلاغ الديواني الملكي الذي صدر مساء اليوم، والذي عبر من خلاله المغاربة عن فرحتهم العميقة والكبيرة جدا نتيجة هذا القرار الصائب الذي يرونه بأنه قرار فعلا جاء في محله، على اعتبار أنه كانت منذ مدة مجموعة من الشعارات ومجموعة من المطالب التي كانت تطالب بهذا الحق، هذا اليوم أصبح حقا وأصبح مطلبا وأقره جلالة الملك، فلا يسعنا إلا أن نقول عاش الملك، وأن نقول بأنه المراحل التي تخططها الأمازيغية منذ الدسترة إلى تفعيل الطبع الرسمي للأمازيغية اليوم تم إقراره، وتم إقرار هذا اليوم كيوم عطلة، وعمت الفرحة المغاربة كافة، فتم رد الاعتبار كذلك للفن الأمازيغي وللفنانين بصفة عامة داخل المغرب، فعاش الملك وللأمازيغ نقول أيو جنون أسكواس أمباركي أسكواس إيغودان. احنا جد سعداء بهذا اليوم التاريخي اللي غيتسجل في التاريخ ديال المملكة المغربية، ألا وهو الاعتراف بالسنة الأمازيغية. شكرا جلالة الملك على هذه البادرة اللي كنا كنتسناوها شحال هادي، اللي جات في ظل هذه الحكومة، الحكومة عزيز أخنوش، والكل كيعرف أن هذه الحكومة قبل في البرنامج ديالها صرحات مرارا وتكرارا بأنها غادي تهتم بالأمازيغية، وكما قال السي بيتاس في إحدى التصريحات ديالو أن الحكومة غادي ترصد ميزانيات كبيرة وغادي تقوم بالاحتفال بالسنة الأمازيغية بواحد الطريقة كبيرة، وهذا الشيء جاء مع هذا الاعتراف، غادي يكون احتفال في المستوى إن شاء الله المغاربة كاملين. أنا متأكد أنهم سعداء جدا بهذا القرار، قرار ملكي في المستوى، خلانا أننا نفرحوا ونحتفلوا بالسنة الأمازيغية ديالنا في ظروف مريحة، وبحال كاع الأعياد الوطنية والدينية ديال المغرب، ورأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية. التنيح أيوز لكل المغاربة، أيوز نون هن نفرح بهرا سما استكين الخيرات اللي يسكن أوكليد النح تنميرت. صراحة غصديقاس مقرن باهرة، يعني يوم تاريخي يوم عظيم، الاعتراف من أعلى سلطة البلاد السنة الأمازيغية كعطلة رسمية اللي في نظلنا توقت المناضلين الحركة الأمازيغية، إلا قيسن ما يموت نتلحم ربي إلا ما يسل باش تزرنا الساد، يعني كاع حدث تاريخي يحسب، يعني تحسب الدولة المغربية. درت منا يعني لإقرار السنة الأمازيغية تتبعته ورياضني تعريف السنة الأمازيغية، تعريف الهوية الأمازيغية، باش تيت المصالحة بين المغاربة التاريخ بين المغاربة دوم زروين ما يدي فلكي بهران تني تنميرت كل ما يماغن كل ما يناضن باش قالكم الساد يعني يقا يوس مقارن اللي غي تسكار البلاغ وقليد في مياد تنميرت نميدن اللي فلاص اللي ناضلين في مياد تنميرت كل ما يوسن باش يقا الساد يعني يوم وطني يلقى عطلات عطلة مؤدة عنها غادي يعني يسمى غبارة يسفرح غبارة تنمير تنن. الاحتفال بالسنة الأمازيغية لليوم غادي يصبح يوم عطلة بأوامر من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه المبادرة ما هي مبادرة اللي كنستحسنوها كحركة ثقافية أمازيغية بجهة تسميسة المغرب بصفة عامة. هذا اليوم كنتظروه بفارغ الصبر لأن هرمنا من هذه اللحظة التاريخية، هذا مطلب الحركة الثقافية الأمازيغية والشعب الأمازيغي والمغرب بصفة عامة باش يكون عندهم عطلة ليستطيعوا أننا نحتفلوا بالسنة الأمازيغية داخل بيوتنا مع عائلتنا بدقائقنا وبأعرافنا بالهوية ديالنا باش نرسخوا هذه الهوية المغربية الأصيلة. اليوم صراحة فرحانين بزاف بهذا القرار وبهذا البلاغ اللي خرج من الديوان الملكي، وكنقول شكرا لسيدنا على هذه المبادرة، ونتمنوا أن الناس كاملين أنه يوجدوا برأسهم واحد الاحتفال اللي غادي يكون احتفال شعبي 100% اللي غادي يحتفل بالهوية ديالنا التقليد ديالنا الأعراف ديالنا بصفة عامة. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.